السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإلحاد يسمم الملحدين. الصراعات الكبرى التي شهدها القرن العشرين كانت في أغلبها صراعات إلحادية إلحادية، صراعات علمانية علمانية. فالحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية كانت حروب بين دول علمانية إلحادية ودول علمانية إلحادية. أيضا كل الأيديولوجيات التي ظهرت في تلك الفترة كانت أيديولوجيات مادية تنظر إلى العالم حولنا بنظرة مادية إلحادية، فمن الفاشية في إيطاليا إلى الاستالينية في الاتحاد السوفيتي السابق، إلى الماوية في الصين، إلى اللينينية، إلى النازية. كل هذه الأيديولوجيات والفلسفات كانت تحمل تصورات ورؤى مادية للعالم من حولنا. هذه الفلسفات هي التي أبادت في حربان عالميتان 5% من سكان العالم. أرجعت المنتصر والمهزوم ثلث قرن إلى الوراء. بعد نهاية الحرب العالمية الثانية قام الفلاسفة بوضع مبولة وسط باريس بدلا من تمثال جند مجهول، كناية عن نهاية الحضارة. هذا هو المنتج المتوقع من فلسفات إلحادية تحارب بعضها البعض. كل هذه الصراعات والفلسفات المادية الإلحادية التي ظهرت في القرن العشرين غزتها رؤى البقاء للأصلح والانتخاب الطبيعي والأفضل مادياً هو الذي ينتصر. هذه رؤى إلحادية مادية للأسف الشديد هي التي صارت وهي التي انتشرت وتجرع العالم مرارتها بطريقة قاسية في حربان عالميتان لم يسبق أن شهد العالم مثيلا لهما، وأصبح الوجود البشري ككل موضع زوال في أي لحظة نتيجة قرار إلحادي جنوني. لكن سأركز في هذه الحلقة على فكرة كيف يسمم الإلحاد الملحدين، يعني كيف يحدث هذا التسميم، ولماذا الإلحاد يسمم الملحد نفسه. في البداية خير مثال على هذا الأمر في هذه الحلقة سيكون جوزيف ستالين. جوزيف ستالين هذا رئيس الاتحاد السوفيتي السابق من سنة 1929. طبعا هو شخص ملحد، ولد في مدينة غوري بالاتحاد السوفيتي السابق، كان أبوه إسكافي وأمه فلاحة. عنده 15 سنة بدأ يقرأ في المادية الجدلية الديالكتيك، تأثر بهذه القراءات وألحد في هذا السن الصغير، ومع الوقت انضم للينين، وبعد فترة صراعات ونضالات متواصلة مع الحكومات وصل للحكم سنة 29. بعد ما وصل ستالين للحكم قام مباشرة بعد أن وصل للحكم مباشرة بقتل ليون تروتسكي. ليون تروتسكي هذا ملحد شهير، ثالث أكبر منظر للفكر الشيوعي على الإطلاق. قام بإرسال عميله اللي هو ستالين، قام بإرسال عميله رامون مركادير إلى المكسيك منفى تروتسكي، وهناك قتل تروتسكي. ملحد يقتل ملحد. بعد أن قتل تروتسكي أمر ستالين بجمع أفراد عائلته ثم تم إعدامهم أيضا. وطبعا مركادير قاتل تروتسكي أهدي نجمة لينين على يد ستالين. بعد هذه الحادثة أمر ستالين بقتل رفيق صباه نيكولاي بوخارين. نيكولاي بوخارين هذا كان رفيق صباه ستالين وهو رئيس تحرير مجلة الملحدين السوفييت برافادا. نيكولاي بوخارين هذا قبل أن يموت بأيام أرسل رسالة إلى ستالين قائلا: يا كوبا، وكوبا هو الاسم المستعار لستالين أيام الشباب، يا كوبا لماذا تريدني أن أموت؟ طبعا لم تشفع هذه الرسالة لما تبقى بينهما وبالفعل تم قتله. أيضا ستالين، احنا نذكر ليه تمت هذه المجازر الغريبة، بس احنا الأول بنذكر الأحداث ثم نحلل الأحداث. أيضا ستالين قتل ميخائيل توخاشفسكي. ميخائيل توخاشفسكي هذا هو قائد الجيش الأحمر السوفيتي، قام ستالين أيضا بقتله.
والضباط الذين كانوا يحاكموه، صورة الاعتراف ما زالت إلى اليوم موجودة في ضمن الوثائق الخاصة بالكريملين، ملطخة بدماء ميخائيل توخاشيفسكي ورقة اعترافه. الضباط الذين حاكموا توخاشيفسكي تم أيضا إعدامهم في مرحلة لاحقة. قتل توخاشيفسكي وكان يقول في أثناء محاكمته أشعر كأني في حلم. قتل تروتسكي، قتل نيكولاي بوخارين، قتل أعمدة الفكر الإلحادي على يد ستالين. ستالين قتل رسميا 799 ألف ملحد طبقا للوثائق الرسمية، 799 ألف ملحد قتلهم ستالين حين وصل للحكم. السؤال المتبادر للذهن، لماذا قتل ستالين كل هذه الأعداد؟ لماذا قتل أعز أصدقائه وقادة جيشه؟ في واقع الأمر ستالين كان يخشى على العالم من الإلحاد، طبعا نتيجة مدهشة لكنها واقعية. جوزيف ستالين كان يخشى على أوروبا من الإلحاد، كان يرى أن تروتسكي وبوخارين وتوخاشيفسكي وإغودا وليف كامينيف، كثير من قادة الفكر الإلحادي قتلوا يعني، كان يرى أن أمثال هؤلاء عبء وكارثة لو طبقوا الإلحاد، وهؤلاء كانوا فعلا يريدون تطبيق الإلحاد. فما هي القصة بالضبط؟ تعالوا لنرى. في البداية جوزيف ستالين حين وصل للحكم كانت هناك جبهة أخرى تسمى جبهة تروتسكي. جبهة تروتسكي كانت تقول أن العالم يقوم على الصراع الدائم، الصراع الذي لا يتوقف، النظرة الداروينية، البقاء للأصلح، إشعال بؤر الصراعات في كل مكان، لأن في النهاية يحدث انتخاب طبيعي والبقاء سيكون للأصلح. هذه الرؤية هي لب فلسفة النظرية التروتسكية للفكر الشيوعي الإلحادي، تروتسكيزم. هذه النظرية تروتسكي كان يريد تطبيقها عمليا. فبعد أن وصل ستالين للحكم، المفترض أن كل دول الجوار مع الاتحاد السوفيتي، المفترض طبقا لتلك الفلسفة والرؤية الإلحادية أن يتم تغذية بؤر الصراع داخلها. طبعا تغذى بؤر الصراع، تتسع الدائرة أكثر، يتم يعني تمويل هذه البؤر، ثم تحدث انقسامات داخل تلك الدول. مع الوقت تميل تلك الدول إلى الاتحاد السوفيتي السابق، تصبح دول ملحدة على نفس خط الاتحاد السوفيتي. هذه هي النظرة التروتسكية للأمر. تروتسكي طلب من ستالين رسميا تطبيق هذه النظرية، وأنا أقول في واقع الأمر تروتسكي على صواب، هذا هو الحق الإلحادي. لو كان الإلحاد صحيح فلا بد أن يقوم ستالين بفعل ذلك، تغذية الصراعات، إشعال البؤر، إشعال فتن في كل مكان في العالم، أي دولة تقترب منه يوسع نطاق البؤرة الصراعية ثم يغذيها ويمولها تسير على نسقه، رؤية إلحادية. ستالين رأى أن هذا هو الجنون بعينه، طبعا ده جنون بس هذا هو الإلحاد. ستالين رأى أن هذا سيجعل من أوروبا قبر ضخم، مقبرة ضخمة، أوروبا كلها تدفن، هيحدث صراع بين فرنسا وألمانيا وإيطاليا وأمريكا والاتحاد السوفيتي، تحدث صراعات لا تنتهي. فجوزيف ستالين رأى أن هذه القضية قد تدمر الاتحاد السوفيتي الوليد، فرأى أن هذه مرحلة ستكون في وقت آخر ليس الآن. لكن هذا الموقف من ستالين هو موقف خيانة، وتروتسكي اعتبر ستالين خائن، وكتب كتابه الشهير الثورة المغدورة، يرى أن ستالين كان خائن ومجرم بحق الإلحاد، وبالفعل هو خائن ومجرم بحق الإلحاد. ستالين لو كان على صواب كان زمان الآن أوروبا عبارة عن مقبرة ضخمة لا أكثر. لو أن تروتسكي وصل للحكم، بالمناسبة هو كان متوقع أنه يمسك الحكم مكان ستالين، لأن كان تروتسكي أقرب للينين من ستالين، لكن الظروف ساعدت ستالين على حساب تروتسكي. فتروتسكي لو كان وصل للحكم كان الآن شكل أوروبا يختلف تماما. لكن أنا أرى أن تروتسكي كان أقرب إلى الإلحاد من ستالين، ورؤية ستالين هي رؤية غير إلحادية بالمرة، وهي رؤية تعتمد على المثابرة والصبر وتمهيد الأمور، لكن العالم المادي والرؤية الإلحادية لا تفهم هذا الأمر. لو كان الإلحاد صحيح لكانت تغذية الصراعات والصدام المستمر والبقاء للأصلح والانتخاب الطبيعي هي أمر بديهي ومنطقي،
وليست الإلحاد الشيوعي إلا تطبيق للداروينية في العلوم الاجتماعية كما يقول بليخانوف. فبليخانوف يقول أن الإلحاد الشيوعي هو تطبيق للداروينية في العلوم الاجتماعية. فما قام به ستالين حين أباد 799 ألف ملحد في الاتحاد السوفيتي السابق هو في واقع الأمر شيء فعله لإنقاذ العالم من الجنون الإلحادي الذي أراد أن ينفذه تروتسكي وجماعته بصورة واقعية. فهذا هو الإلحاد حين يحكم. الإلحاد يسمم الملحدين أنفسهم. لو كان الإلحاد صحيحاً فإن دمار العالم مسألة وقت لا أكثر. لو كان الإلحاد صحيحاً لكان تخريب الأمم وتقويض المجتمعات مسألة بديهية ولا تحتاج حتى لأن تنتقد، ولا تحتاج لأن يقوم ستالين بإبادة كل هذه الأعداد من أجل توقيف الجنون الذي قام به هؤلاء. وبالمناسبة ستالين كان يطمع بعد أن قتل هؤلاء أن يطبق هذه المسائل، لكن الحرب العالمية الثانية حين قامت أوقفت هذا الجنون طبعا الذي حاول تروتسكي أن يعجل به وحاول ستالين أن يؤخره. والسلام عليكم ورحمة الله.